كيف الاستعداد لشهر رمضان؟ ايوا هذا خاصو درس. هذا السؤال خاصو درس على الاخوان. هل العموم يستعد اولا بالتوبه الى الله عز وجل من الذنوب؟ اول استعداد تخليه قبل التحليه. تطهر من الذنوب، تخفف حتى اذا جاء رمضان وجدت في نفسك خفه ومعونه على الطاعات. راه المصيبه ديالنا هو تنبقاو غافلين حتى كيجي رمضان وكنلقاو الموتور ميت. ما قدر الانسان يقرا قران، ما قدر الانسان يقوم الليل، ما قدر الانسان يتصدق، ما قدر والو. الناس تتجتهد وكتقدم للاخره وانت تلقى راسك فاشل. علاش؟ ما تخففتيش. الذي كان يثقلك تركته. فاول شيء تب الى الله عز وجل وحاول ان تمرن نفسك في هذه الايام التي بقيت لرمضان، واسال الله عز وجل ان يبلغنا واياكم اياه، ان تحاول ما امكن ان تجتهد في الطاعات. وسير بواحد الطريقة تدريجية. صوم يوم الاثنين والخميس مثلا باش تولف الصيام. حاول تقوم ولو بثلاث ركعات خمس ركعات في كل ليلة، وحاول تداوم، حاول تصدق بشيء من المال. المهم حاول أن تتدرب وتمرن النفس حتى إذا جاء رمضان وجدت نفسك على أهبة وعلى استعداد وعلى قوة في الاجتهاد في الطاعات حتى تفوز بإذن الله عز وجل. فإن شهر رمضان شهر عظيم. والأمر الثالث أكثر من الدعاء أن يبلغك الله إياه، فإن من أدرك رمضان ليس كمن لم يدركه. والحديث معروف، هي قصة يعني الرجلين، حديث معروف.